النيرف انجريز فيشال نيرف. احنا هناخد الكلام اللي جاي ده كله بمنتهى البساطه، يعني احنا خدنا الحاجات المهمه، يمكن نفضل لنا بس البريكيال بلكسس انجري، وبعد كده الحاجات تتاخد ايه بالراحه وببساطه. فيشال نيرف انجري غالبا الطفل هو نزل بدماغه، فيشال نيرف زي ما انتم عارفين بيخرج من الباروتيد بريفرال فيشال نيرف، فممكن الفورسبس لو انا بسحب الدماغ بفورسبس، عارفين الفورسبس شفته قبل كده اللي هو المقص الكبير ده بيروح حاطينه حوالين دماغ الطفل كده وساحبين الولد، فممكن يضغط يعمل كومبريشن هنا على الفيشال نيرف فيعمل بريفرال فيشال نيرف انجري. بريفرال فيشال نيرف انجري هيبقى عاده يونيلاترال. ويونيلاترال يبان لك ازاي؟ الطفل مش قادر يقفل عينيه كويس، لما بيجي يعيط بيعمل اسيمتريك كراي، بقه بيبقى ديفيتد الناحيه الثانيه، عنده بور فيدنج مش عارف يرضع، عنده ابسنس اوف نيزوليبيال فولد، النيزوليبيال فولد الناحيه دي مش موجود. ده على فكره سبوت دايجنوز، وفي منه صوره موجوده عند حضراتكم في الايه؟ في الاطلس القديم، وتهتموا بالصور شويه لان في كلام ان في بيكتشر اكزام جاي في الطريق. فانت عندك صور كتير موجوده في الاطلس اللي في الكتاب القديم. الكتاب القديم هو الكتاب القديم اجدد من اللي معاك اصلا. بس احنا هنسميه الكتاب القديم عشان نبقى اللغه واحده. طلع الاطلس منه بس وابقى بص على الصور دي. ده البريفر فيشال نيرف هتعمل له ايه؟ كير اوف اي قطره للعينين واوينتمنت، كير اوف فيدنج لان الواد مش هيعرف يرضع ويعمل ساكلينج، واستنى من شهر لثلاث شهور احتمال ايه يكون اللي حصل على النيرف ده نيوروباكسيا، مجرد شويه قديمة اراوند ذا نيرف. اول ما تريزولف القديمة دي ممكن يحصل ريجنريشن، وانتم بتشوفوها كتير في الناس اللي عندهم بيلز بولسي، يعني ياما ناس بيبقى عندها بيلز بولسي، عارفين البيلز بولسي؟ ومن نتيجه القديمة ومش عارف ايه، وبعد اسبوعين ثلاثه اربعه واسترويدز ومش عارف ايه ممكن تفك والولد يرجين تاني، ممكن برضه القصه دي تحصل في فيشال نيرف. خدوا المواضيع ببساطه، افتكر بس على كل حاجه ثلاث اربع سطور تكتبها في الامتحان، انا مش عايز تفاصيل. البريكال بريكسس في منه تو في منه تو ليجنز. في تو ليجنز من البريكال بلكسس. البريكال بلكسس الروتس بتاعته تبدا من سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1. في بريكال بلكسس يمين وبريكال بلكسس شمال. لو حصل كومبليت انجري للبريكال بلكسس يبتد لمب، اللمب بتاع الطفل كله فلاسيد، فلاسيد بارالس، انت قطعت الانرفيشن تماما. لو حصل انجري في الابر روتس يعمل حاجه اسمها ايربس بولسي. لو حصل ليجن في الرور روتس يعمل حاجه اسمها كلامبكس، كلامبكس بولسي. الاربس بولسي بيعتمد ان الانرفيشن بتاع الابر ارم هو اللي بقى دي نيرفيتد، الابر ارم اللي هي العضلات بتاعته الدلتويد سوبرا وانفرا سباينيتس والبايسبس. حتى البايسبس لو تفتكروا السنتر بتاع التندون البايسبس ريفلكس ده كام؟ سي 5 وسي 6 صح؟ لو حصل اللور روتس هي اللي بقت انجرد ده يعمل باراليسز للفور ارم من تحت والانترنسك ماسلز اوف ذا هاند. ناخد الاربس بولس الاول. ليجن حصل في الابر روتس، على فكره ده من الحاجات المشهوره جدا الاربس بولس، يعني سنويا كده ممكن تشوف مثلا ثلاث اربع حالات او خمس حالات ايفن في الزقازيق لوحدها كتير. وبرده ده في صوره ممكن تشوفها في الاطلس اللي عند حضرتك. بيحصل باراليسز للدلتويد فالطفل ما يقدرش يعمل ابدكشن، يبقى دراعه مرمي كده جنب جسمه. حصل بايس للانفرا السوبرا انفرا سباينيتس فالطفل ما يقدرش يعمل اكسترنال روتيشن. حصل بايس للبايسبس فالطفل ما يقدرش يعمل سوباينيشن. وبالتالي الليم بياخد الوضع ده ابدكشن انترنال روتيشن اند برونيشن. الدراع يبقى كده. عمركم ما شفتوا حتى ناس كبار او شاب كبير تلاقيه ماشي دراعه عامل كده؟ في كتير بيبقى فالايربس بولس ده كتير قوي. الوضع اللي احنا عاملينه ده يا جماعه اسمه ويترز تيب بوزيشن. الكتب المصريه كاتبه عايزه مين؟ لا دكتور اسمها هنا. اولى ولا في ثانيه؟ اولى. لسه في اولى؟ بص بقى لما تكبر وتوصل 65 كده بناخد وقت يعني. مساكين والله. والله. يا ترى ايامهم الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ لما يوصلوا 65 هتبقى الدنيا عامله ازاي؟ انا كنت في القاهره بقضي ويك اند الاسبوع اللي فات لقيت رغيف العيش بنص جنيه. قلت لكم انا كده اهو
ومن ظهره مليان لب متقزقز وحاجات زي كده، اقسم بالله العظيم بنص جنيه. مراتي نزلت جابت اربع ترغيفها باتنين جنيه، فاهمين؟ هذا الفل لوز لوز لوز. ممكن تيجي في فتره من الفترات تلاقي الدكتور مثلا بياخد 5000 جنيه ويقول لك انا مبتدئ، ده مرتبي لان انا لسه بادئ 5000 جنيه يا دوبك يقدر يعيش، بيقول لك بيخلصوا والله على علبتين سجاير اول 5 ايام من الشهر، ال 5000 جنيه خلص. انا عندي ابني خلاص عاد الواد عنده عجله صغيره، قعد اول ما ادخل يفتشني فلوس، عايز فلوس الواد عنده نفس والله العظيم، ويقعد عارف قيمه الفلوس، بدا يكوم الفلوس ويحطها في شنطه العربيه في شنطه العجله، مش عارف يعمل ايه كده. واضح ان هي العيال لازم تبقى متمرسه من بدري. الايربس بولس بقول لكم بره ما عندهمش البوليس مان بياخد فلوس، مفيش بوليس مان عندهم اصلا واقف بياخد فلوس وتبس. عارفين الاشارات بره عامله ازاي؟ مش عارفين. حكيت لكم انا على الاخ اللي كان في كولورادو، جاي من كولورادو، ده دكتور في كليه علوم، بنته كانت طالعه الاولى على الدفعه اللي قبل اللي فاتت، قاعد معايا بيقول لي انا كنت في كولورادو وبعدين جاي من شارع جانبي، ف واقف في الهاي واي اللي هو جاي من المكسيك رايح اللي جاي من كندا رايح للمكسيك، الهاي واي ده مفتوح باستمرار وانا جاي من سايد واي عايز ادخل على الهاي واي، فواقف الاشاره حمراء قدامي 5 دقائق الاشاره حمراء، 10 دقائق الاشاره حمراء، ربع ساعه الاشاره مش عايزه تتغير، قال قعدت نص ساعه، انا بقى راجل بحترم قواعد المرور، نص ساعه الاشاره حمراء، فنزلت قلت ما هو لازم يبقى في حل، مش هقدر اكسر الاشاره، فراح نازل وراح اتصل على مش عارف 911 ولا كام رقم مشهور هناك بتاع مساء الخير انا واقف بقاله نص ساعه، وقال له انت حضرتك واضح ان انت ما انتش من انت جديد على امريكا، قال له انا مصري لسه جاي، قال له بص حضرتك هتطلع بالعربيه بتاعتك 5 6 خطوات لقدام هتلاقي في هيكل عربيه مرسوم بالفسفور على الارض، اقف عليه بالعربيه بتاعتك، اول ما هتقف عليه الاشاره نفسها اوتوماتيك هتفتح لك. طبعا الراجل ده لو كان قاعد ثاني يوم الصبح طبعا عمال يدور على بوليس مان عشان يديله تبت عشان يفتح له، مفيش. هو اللي مره ما طلعت بالعربيه قدام لقيت الاشاره راحت منوره ورحت معدي عادي، لان الهاي واي ده عايزينه مفتوح على طول. طبعا يعني حاجه عندهم العساكر بيمشوا بطيارات بيتفرج عليك من تحت بالطيارات لان الويز عندهم مسافات. المهم فما عندهمش بوليس مان تيب بوزيشن، ده موجود عندنا في كل حته، حتى مش بوليس مان تيب بوزيشن، ممكن مثلا ايه ليفتنت تيب بوزيشن، كولونيل تيب بوزيشن، جنرال تيب بوزيشن، اي حاجه يعني. البتاع اللي انت هتاخده ده مش هيتوزع عليكم. الريفلكسات عادي، الدراع كده الابر ارم ده بقى بارالايز، هتيجي تعمل له مرور ريفلكس مش هيتحرك ده، لكن لما تيجي تعمل له ما هو تيب بوزيشن بقى، لما تيجي ايه هيقع على اي حاجه تيجي تعمل له جراسب هيمسكه، حتى هنا الكلمه واضحه يعني ان هو عامل دراعه كده هيقدر يمسك اي فلوس تديها له، فالجراسب ريفلكس موجود لكن المرو ابسنت. الاسوشيشن بيبقى فلوس اوف سنسيشن موجود على الاوتر بارت اوف ذا ارم، لكن ده مش مهم اكتب جنبه مش مهم ليه، لانك يو كان نوت ديتكت ات ديسكفر ات في طفل نيو بورن، في سنسيشن او ما فيش مش مهم، لكن اهم اسوشيشن مع الايربس بولسي هو ان سي 5 و6، سي 5 ده مشارك في الروتس بتاعه سي 3 و4 بتوع الفرينك نيرف، فممكن الطفل الليجن اللي يضرب الروتس بتاعه البريكيال يضرب كمان الروتس بتاعه الفرينك نيرف، فممكن الطفل ده يبقى عنده اكسي لاترال فرينك نيرف بولسي، فرينك نيرف بولسي على السيم سايد على الناحيه دي ماشي. يبقى لو انا جبت لك قلت لك في لما ناخد الفرينك نيرف اعرفكم ان لما يحصل باراليسيس لكوبلا بتبقى فراجم بتطلع لفوق تعمل كومبريشن على الايه وكولابس على اللنج دي، لو انا قلت لك في طفل عنده ايربس بولسي في الاورال مثلا، لو حد دخل وبيسالك لك ايه فايده الاوسيشن بتاعه الشيست في طفل عنده ايربس بولسي، هتقول له ان احتمال مع الايربس بولسي يكون اسوشيتد مع الفرينك نيرف بولسي، وبالتالي ممكن الاقي فيه ايه ديمينيش دير انتري على الناحيه الكولابس، ده هتجي لنا بعد شويه في الفرينك نيرف بولسي. مهم جدا يا جماعه الاطفال اللي هم عندهم ايربس بولسي انك تعملوا لهم تشيست اكس راي، مهمه جدا. ليه؟ لان الكومن اسوشيشن انك تلاقي فرينك نيرف بولسي فهتلاقي الكوبلا دي طالعه لفوق وعامله كولابس هتبان في الاكس راي. الحاجه الثانيه كمان ان كومن برضه ان يبقى عندهم فراكشر كلافيكل هنا، يعني الليجن اللي يخبط البريكال بلكسس هنا ممكن يبقى معاه فراكشر كلافيكل على الابسلاترال، ودي برضه هتبان لك في الشيست اكس راي. يبقى حاجتين، ايه فائده الشيست اكس راي؟ هتطلع حاجتين ممكن يبقوا اسوشيتد مع الايربس، فراكشر كلافيكل من فوق والفرينك نيرف بولسي ابسلاترال على السنسايد.
التريتمنت ولا حاجه، بارشال انترميتنت ايموبلايزيشن للارم في اوبوزيت الديفورميتي اللي حصل، اعمل له ابدكشن اكسترنال روتيشن وسوباينيشن. هل الطفل النيوبورن هسميه كده؟ لا، بقول لك بارشال انترميتنت ايموبلايزيشن، يعني ايه؟ ساعتين ثلاثه تفرد دراع الطفل في الوضع ده كده وبعدين تسيبه شويه، ساعتين ثلاثه تسيبه كده وبعدين تعمل شويه، يبقى ايه؟ كانك بتعمل فيزيو، كانك بتعمل كده، انا بقول كانك، لكن هو مش فيزيو ثيرابي طبعا. الحركة اللي احنا بنعملها دي علشان ايه؟ علشان العضلات لو كان لو تناتها على الوضع ده كده هتتيبس على الوضع ده كده، والولد هيتنيه حتى لما يكبر يبقى في نون فانكشنال بوزيشن بتاع الارم. لكن لما انت تعمل كده انت ايه؟ بتعارض العضلات اللي هي نوت انتاجونايزد شويه، وبالتالي تخليها ايه؟ لينثد، تطولها شويه، يبقى في حريه حركه شويه للايه؟ للارم بتاع الطفل. بنعمل الحركه دي ازاي؟ بندي الام تصليبه من الخشب، بنخلي الراجل بتاع العظم يعمل لنا تصليبه كده، تبقى عباره عن خشبه كده بالطول وطالعه منها ايه؟ يعني نص صليبه كده، نص صليب كده يا جماعه، انتوا عارفين؟ صليب تاخد نصه، بحيث ان الارم بتاع التصليبه تبقى هنا كده، والايه؟ والستيم بتاعت الصليبه تبقى على ظهر الطفل، والام ايه؟ تروح مربطه بشاش لمده ساعتين، تفك الشاش وتربط الشاش. الحركه دي بتعملها بالذات والطفل نايم بالليل. نخليها بالليل، بقول لك ايه، ما تنامش الطفل عادي، نايم الطفل هو معمول كده. خلاص؟ ده الوضع اللي بيسموه ستاتيو اوف ليبرتي بوزيشن، ستاتيو اوف ليبرتي ده اللي هو وضع تمثال الايه؟ الحريه، يبقى الناس كلهم مظبطين نفسهم. ويترز سيت بوزيشن، لان البوليس مان عندهم ما بياخدش فلوس، وحتى لما يجي يعمل انترميتنت موبيلايزيشن يقول لك حطه في وضع تمثال الحريه، اللي هو ايه؟ دراع الطفل الاي كي، عارف انت تمثال الحريه اللي ماسك اللي بتاعته؟ ستاتيو اوف ليبرتي. سبلنت. فيزيوثيرابي بتبداه بعد اسبوع، لان بقول لحضرتك ما تبداش فيزيوثيرابي في الاول. ليه؟ لان احيانا يكون التروما اللي موجوده دي عامله جاست اديما وهتريزولف لوحدها، وانت لما تيجي تقعد تعمل فيزيوثيرابي في الاول عمال تزود الاديما دي، وبالتالي تزود الايه؟ النيرف انسلت اللي موجود. لو الطفل ما اتحسنش خلال شهر لثلاث شهور اعمل له نيور سيرجيكال كونسلتيشن، بقى يعمل له جرافتنج، يعني يحاول يظبطه. بيعملوا بيلعبوا فيها كتير بتوع الايه؟ جراحين الاطفال وجراحين النيور سيرجي. كلامبكس بولسي باراليسيز للور روتس بتاعت البريكيال بلكسس، وبرده هيبقى في اسوشيشن. الولد ده لما الروتس دي تتضرب الانترنسك ماسلز اوف ذا هاند هتبقى بارالايز، يجي يعمل جراسب ريفلكس تلاقيه ابسنت، في حين ان المورو ايه؟ شغال، المورو ريفلكس شغال والجراسب عكس، الاثنين عكس بعض على فكره. الاثنين عكس بعض. الديفورمتي بتاعت الطفل ده على فكره احيانا تاخد كلو هاند ديفورمتي، سام تايمز تاخد الكلو هاند، عارفينها؟ خدتها في الاناتومي زمان، ايد الطفل تبقى عامله كده ونون فانكشنال بالوضع ده كده، ما يقدرش يمسك اي حاجه. الاسوشيشن اللي معاك زي ما انت عملت ليجن تي 7 و8 وتي 1، تي 1 وتي 2 بيبقى فيهم الروتس بتاعه السمباثاتيك سيرفايكال سمباثاتيك تشين، فلو اتعورت الولد ده ممكن يجي له ابس لاترال هورنر سندروم، يبقى كل واحده معاه الاسوشيشن بتاعها، هناك الفرينيك نيرف باراليسيس، هنا ممكن تلاقي الهورنر سندروم بعلاماته بقى اللي هي التوزيس مايوزيس انوفسالموس انهيدروزيس، على السيم، على الابسي، على الابس لاترال، على نفس المعنى. التريتمنت هنعمل انترميتنت ايموبلايزيشن لايد الطفل في النيوترال بوزيشن، النيوترال بوزيشن بتاع الهاند اللي هو كده، لا هو كده ولا هو كده، في النص بقى كده، شايفين الوضع ده؟ الوضع ده حلو فانكشنال. ازاي؟ الواد ده عايز يمسك اي حاجه، عايز يمسك دركسيون عربيه مفيش مشاكل، يروح مدخل الدركسيون كده ويقدر يحرك ايه؟ كده. عايز يمسك قلم، نحط القلم كده ويكتب، ده بيسموه هاند رايتنج بوزيشن. هاند رايتنج بوزيشن بتثبت الايد ايه على الوضع ده كده، برضه تعمل فيزيوثيرابي، ولو ما حصلش ريكفري هتعمل نيورو سيرجيكال كونسلتيشن. فريك نيرف اللي احنا عمالين نتكلم عليه، اللي بنقول ان هو ممكن يبقى اسوشيتد مع حالات الايربس بولسي، سهل ما فيش فيه مشاكل. الروتس بتاعته سي 3 و4 و5، لو حصل فيه الليجن احنا عارفين ان في فرينك نيرف يمين وفرينك نيرف شمال، وكل واحد بيدي كوبله من الدايفراج. لو حصل باراليسيس سي على الناحيه دي، هذه الكوبله اوف ذا دايفراج نقول بي ريدندنت ما بتتحركش، بتتحرك باسفلي، لكن هي دي الكوبله السليمه اللي بتتحرك اكتفلي. ماشي ببساطه شديده، لما يبقى في انسبيريشن هنلاقي ان الكوبله اوف ذا دايفراجم دي تنزل لتحت، لما تنزل لتحت انتر سلفيك بريشر يبقى ايه؟ نيجاتيف. الكوبله البارالايز يحصل لها ايه؟ فاكشن، تروح طالعه لفوق، يبقى واضح ان هم هيتحركوا عكس بعض، واحده بتتحرك اكتف السليمه والثانيه بتتحرك بطريقه عكسيه لانها ايه؟ ها؟ بتتحرك حسب الضغط ايه؟ زاد او قل. الحركه بتاعت الناحيه البارالايز دي بتضغط على اللور لوبس بتاعت اللنج على الناحيه الثانيه، فتعمل لنج كلها بتعمل ريسبيراتوري ديستريس، ادي اول علامه تلاقي طفل ديستريس، كل ما يجي ياخد نفسه تلاقي ناحيه بدات كولابس، يبقى ديستريس.
رقم 2 في بارادوكسيكال سواق ابدومينال موفمنت، المفروض مع الانسبيريشن بطنك تطلع لقدام ولا ما تطلعش؟ مع الانسبيريشن ده فراجمنت المفروض بينزل فالبطن تطلع لقدام. طب لما الكوبلا السليمه تنزل لتحت في الانسبيريشن والانتر ابدومينال بريشر يزيد عشان الكوبلا دي نزلت، يروح عامل ايه في الكوبلا التعبانه؟ يزقها لفوق، تروح الانتستين والفيسكس داخله مع الكوبلا لفوق. يبقى دلوقتي تيجي تاخد نفسك تلاقي بطنك بتدخل لجوه، حاجه غريبه جدا. هي دي السراق ابدومينال موفمنت، ايه ده البارادوكسيكال سراق ابدومينال موفمنت، ان بدل ما بطنك تطلع لقدام مع الانسبيريشن تلاقيها بتبقى فقد ان مع الانسبيريشن. ايه اللي عمل الحركه دي؟ وجود بارالايزد كوبلا عماله بتتحرك بطريقه بس وطريقه عكسيه. هتيجي تعمل اسكالتيشن للطفل هتلاقي في ديمينيش دير انتر على الافكتد سايد، لسه قايلها لك من شويه. لو في عندك فرينك نيرف بولس على ناحيه، ايه فايده الاسكالتيشن بتاع الشيفت؟ انك تلاقي ايه ديمينيش دير انتر وكولابسد لوب من على كولابسد لوب من اللنج. اعمل تشيست اكس راي هتلاقي ايه كوبلا اعلى من الثانيه، البارالايز هتلاقي اعلى من الثانيه، ولو حطيت الطفل ده تحت الفلوروسكوبي هتلاقي فيه بارادوكسيكال موفمنت. لما يبقى في كوبلا اعلى من الثانيه وممكن تلاقي في لانج كولابس، ممكن تلاقي المدياستاينم شيفتد او بوش تو ذا اذر تو ذا اذر سايد، مزقوق على الناحيه الثانيه. التريتمنت يقول لك نايم الطفل على الناحيه الافكتد بحيث انك ما تخليهاش تتحرك، ما تخليش الشيست وول يتحرك على الناحيه دي، وخليه يستعين ويستفيد من الناحيه السليمه. زي ما يكون واحد عنده حاجه اسمها تريبوبنيا، سمعتوا تريبوبنيا؟ لو واحد عنده يونيلاترال تشيست ديزيز يفضل ان هو ينام عليه عشان ما يقعدش يوجع نفسه وايه والحركه والكلام ده. نفس الكلام البلد ده الناحيه دي بتجيب له ستريس، نام عليها تمام وشغل الناحيه السليمه. حاول تعمل كيرل ريسبيريشن اوكسجين اند سو اون. في الاخر ممكن تجي انك انت تعمل سيرجيكال انترفنشن، سيب الفرينك نيرف يتصلح لوحده، لو ما تصلحش اعمل له بلايكيشن. بلايكيشن يعني تعالى على الكوبلا دي خد فيها بيرث سترنج سوتشر وشد جامد جدا، خليها فلاتند ومشدوده بحيث انها ايه حركتها تبقى ليميتد لفوق او لتحت، تبقى ليميتد عن طريق فرين دايفراجماتيك بلايكيشن. بلايكيشن يعني تدكيك، تدككها ببيرث سترنج سوتشر. نعم ده جهاز زي جهاز الاشعه، عامل زي كده بتقف وراه وتشوف الشيست دايناميك اللي بيتحرك، موجود عند كل دكاتره الشيست الكبار حتى في الاقاليم، مش جهاز اكس راي بس دايناميك، دايناميك اكس راي تقدر تقف وراه وتشوف الايه حركه الدفراج ما بتطلع وبتنزل. عندنا حتى في اسم الشيست في الدرون ده قرب. سباينال كورد انجري، هنخلص الانجري ان شاء الله مع بعض. هي كده هي وان راوند، احنا مشينا بطيئين الفتره اللي فاتت علشان السورس يا دكتور والورق مش الورق. خلاص دلوقتي الامور فتن، دوس بقى خلينا نخلص، مش عايزين نعلم مع بعض كتير يعني، عايزين كده نعدي على بعض زي النسمه كده، ما نعلمش بعض عشان ما نكرهش بعض كده، خلينا سموث بسرعه ونقابل بعض ما نعرفش بعض. هو نفتكر بقى انا شفتك فين شفتك فين. سباينال كورد انجري، طفل وهو مولود احنا عندنا دكاتره نسا نواب طبعا، بقى تلاقي ترتيباتهم كانت طالعه ورا، ما حدش عاد بياخد نسا دلوقتي لا اولاد ولا بنات. ليه؟ البنات بتدخل النسا ما بتتجوزش والله العظيم، اسم النسا ضرب ريكورد يا ليه اسم الاطفال، بس اسم النسا في السما بتدخل ما بتتجوزش. حتى البنت اللي بتدخل نسا وتتجوز تذبح ذبيحه قدام اسم النسا، لازم ضروري اسم في منتهى الصعوبه، شق جدا. ما حدش عاد يقبل ان هو يتجوز دكتوره بقى طول الوقت عايش قاعده بره البيت، قوم يا ست في ولاده مش عارف ايه، دايما دايما نايم لوحدك في البيت، قاعد لوحدك عايش لوحدك، انت اللي بتربي العيال والمدام بره بتولد. فالمهم عاد بقى بيقبل عليه مين بقى دكتور؟ اللي مالهمش النيابات الواقعه بقى، ال 70 على الدفعه، ال 80، ال 115، يقول لك احسن من في نس احلى من كده ما عادش. والاطفال نفس الكلام، الاطفال كانوا بياخدوها اوائل، دلوقتي تيجي تدخل تشوف مين اللي في اسم الاطفال يعني تلاقيه ال 67 ده اقرب واحد، اقرب واحد. لا انتوا غالبا اللي ما بيذاكرش ومش في دماغه نساء او اطفال، حاجه من الاثنين. فالمهم في دكاتره نسا حريفه بقى، الواد ايده ما شاء الله كان بيلعب كمال اجسام، الواد مش عايز طخ يروح خالع له ايه رقبته من دماغه،
كتير والله والله ما بهرج ده عندنا وروحوا اتفرجوا بس. المهم سباينال كورد انجري، عصمت السباينال كورد. على حسب بقى القطمه دي جت فين، الواد يبقى عنده فلاسة باراليسيس من تحت، تيجي تعمله ابجار سكور تلاقيه واقع. ممكن الواد يبقى ابنك خالص لو الليجن كان فوق، يبقى الولد ابنك واخد بالك، وسيانوزد. ولو انت اثرت على الفرينك نيرف من فوق، على حسب انت قطمته فين، عنده ريتنشن لليورين والستول زي الشوك ستيج اللي انت هتاخدوها في السباينال كورد انجري في النيورولوجي. هتعمله سي تي وام ار اي، وكل اللي مطلوب منك انك انت تعمل كير، سبورتيف كير بقى بتاع الكوماتوز ده، او سبورتيف كير بتاع البول. رضعه كويس، اكله، يعمل تواليت كويس. اصل كل شويه بقى هيبقى شغال بالانما والقسطره ومش عارف ايه والحاجات دي، طبعا ده مزرق. البون انجري اكتر عظمات بتتكسر الكلافيكل، ذا كومنست بون تو بي فراكشر الكلافيكل. ليه؟ اولا اكسسبل، عظمها باينه لك اهي. ثانيا فيري ويك، لانها من برينس بون ضعيفه، ضعيفه خالص، بالذات بتتكسر بالذات في البريتش. لما تيجي تاخد البريتش السنه اللي جايه، الولد نزل جسمه كله دماغه متشعبطه على الفالفر رينج، مش عارفين نشد الدماغ، وكل ما الطفل يعمل اكستنشن لدماغه ما يعرفش ينزل، لان الدايمتر ده كبير قوي. فلازم يقول لك ايه، لازم عشان تولد الدماغ لازم تخلي الطفل يبقى دماغه كده. تعمل الحركه دي ازاي؟ هتاخدها في النساء اللي جايه، السنه اللي جايه في الولاده. جو فليكشن، صابع في البق وصابعين على كده. شولدر تراكشن، صابع على قفا الطفل والصابعين الاثنين على الكلافيكل والشولدر تشده. يبقى انت ايه؟ حاطط كده وعمال تثني دماغ الطفل وبتسحب لبره. الصابعين دول اللي على الكلافيكل، ودول اللي على الكلافيكل لو ضغطت قوي طخ تروح كسرها تحت صبعك. فاهمين؟ فممكن يبقى في فراكشر كلافيكل. بس انا طبعا مش عارف اعملها في دماغ الطفل ورقبته صغيره. يعني ده على 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 دماغه من ورا، والاثنين دول على كل شولدر بالكلافيكل وتشد. وده في الشولدر في البق كده وتشد لتحت كده. ما شغل بقى بتوع دكاتره الناس، امال ايه؟ يعني لو واحد متجوز دكتورة نسا واتخانقت معاه دكتورة النسا، ممكن تعملوا جي فليكشن شولدر تراكشن، ظبطه يعني، خد بالك، وشوية فورسيفات وبتاع. الفراكشر كلافيكال كلينيكالي سهل قوي في تشخيصها. انا شفتها، شخصت حاله مره في عيادتي، اللي هو بيجي لك بيبين وسيده براسل على ناحيه. يا دكتور انا في الاب حتى بيلاحظ، يقول لك في سويلنج موجود كده والولد ما بيحركش الدراع ده. تيجي تعمل له مورو، يبقى في ابسنت مورو يونيلاترال، الناحيه دي شغاله والناحيه دي بايظه، وممكن تلاقي في سويلنج موجود هنا. وفي دكاتره عبط بقى، يقول لك ايه، طب استنى كده ما نعمل الكليك تيست بقى، يروح جاي على العظميتين كده ويقعد ايه يلعب فيهم. ولا الله، ده دايجنوستيك تيست، الكليك ده دايجنوستيك تيست فعلا، بس شوت بقى افويدد هنا. لانك يعني انت لما تعمل الحركه دي هنا تحتك براكيال بلكسس، وفي نيرف وارتري معديين على الفيرست تريب، فممكن تعوره، صح؟ اعمل له اكس راي، هتعمل له اكس راي دايجنوستيك. وكتير بيجي لكم في امتحان الجراحه يجيب لك اكس راي على الشيست، كلكم تقعدوا تبصوا الشيست والهارت فيه ايه، والاكس راي تبقى 10 درجات، يا ترى الشيست مش لاقي حاجه، وفوق تلاقي الكلافيك المكسوره ومتشعبطه وما انتش واخد بالك. فدايما بتجي لكم في امتحانات الجراحه في اخر السنه. الكلافيك دي لما بتتكسر بتعمل سودو، بتعمل كريبتر زي ما قلنا، وسودو باراليسيس واسيمتريك مورو والكلام ده كله. ممكن تلاقي فيه سويلنج موجود الناحيه دي، لان العظمتين البروكسيمال بتطلع لفوق مع الاسترنو مصود، والديستال بتنزل لتحت مع البكتيراليز ميجور. كل واحده بتاخد الايه؟ الهيد بتاعت الانسرشن بتاعتها تاخدها ناحيتها، فتلاقي عظمه طلعت لفوق وعظمه الثانيه نزلت لتحت. عشان تخلي الولد ده العظمتين دول يلحموا في بعض كويس، لازم حاجه من اثنين تقرب التو اندس من بعض، يا اما تخلي الولد ينزل بالسترنو مصود لتحت كده عشان يريلاكس فدي تقرب من دي، او العكس، سيب الولد رقبته كده وارفع له الشولدر بتاعه لفوق. ايهما اسهل، نرفع الشولدر ولا ننزل الرقبه؟ نرفع الشولدر. بنرفع الشولدر بحاجه اسمها فينجر 8 بانديج. اشتغلت انا السبيشال بتاعي كان عظام، تحريف انا في الحاجات دي. الناس كانت بتاخد رمد وانف واذن، انا بقى حبيت مزاجي كان في العظم، كنت هشتغل عظام اصلا. فالمهم كنت بعمل انا الحاجات دي في ال، اروح عامل فيجر 8 باندج، ارفع كتفين الطفل لفوق كده، واروح عامل له سترابنج بالايه؟ بالشاش بالشكل ده كده، بحيث ان العينتين العين دي والعين دي بتاعت فيجر 8 يكون ايه؟ واخدين الشولدر بتاع الطفل كده. متخيلينها ولا اوضحها لكم؟ اجيب الشاش من هنا، انزل بيه كده الناحيه الثانيه، الفه وادخل والف حوالين دي واروح راجع تاني. كده يبقى الدراعين دول كده فيهم فيجر 8، بحيث ان الدراعين يبقوا ايه، الولد دراعاته متشعبطه لفوق كده وتشد قوي عشان دراعاته التانيه متشعبطه، بحيث تعمل ابروكزيميشن للتو اندس جنب بعضهم. ستيرنو ماستويد فراكشر لونج بون، اي كلام عادي، اتكسر هتعمل له سبلنت او كسر،
فيها حاجه. سترنو ماستويد ماسل انجري وهو بيتولد الدكتور ايه مش رقبته مضايقه، الدكتور شد قوي هنا على الرقبه قوي، راح عامل له هيماتوميه جوه ايه؟ جوه سترنو ماستويد. سترنو ماستويد الهيماتوميه اللي موجوده هنا دي بتظهر في اول اسبوعين ثلاث اسابيع من عمر الطفل، على بتاخد وقت هي كمان. لما يحصل لها كالسيفيكيشن تديك فيرم ماس هنا يسموها سترنو ماستويد تيومر، عباره عن كالسيفايد هيماتوما. ومع الوقت الهيماتوما اللي هنا دي لما يحصل لها اورجانيزيشن فايبروزس تروح عامله ايه؟ شورتنينج الاسترنو ماستويد، تعمل تورتيكول. الطفل بقى ايه؟ يبقى كده بقى، يبقى طفل ايه؟ مصعد خده بالشكل ده كده، يسموها تورتيكولز. تمام؟ الحل بتاعها هنا كوزموتيك سيرجري غالبا، بتتعمل بطريقه معينه كده، يعمل لينثنج للسترنو ماستويد، مش مهم بتتعمل ازاي، كوزموتيك سيرجري. وعايز تطول العضله بعد ما عملت الكوزموتيك سيرجري وتقويها، اعمل لها فيزيو ثيرابي. فيزرال انجري عادي قوي، الواد نازل بريتش، انك انت تروح ماسكه من بطنه وضاغط قوي، تضغط اللي تحت ايدك بقى، ربنا يكرمك بليفر، بسبلين، يرابشر ليفر، رابشر سبلين، او رابشر ادرينال جلاند. طبعا اي حاجه من الحاجات دي انتر ادرينال هيموريدج، انترنال هيموريدج على طول. والانترنال هيموريدج ده يجيب لك الطفل بالور اب تو هايبوفوليميك شوك. مظبوط؟ الهيموريدج اللي اتكون جوه ده يعمل لك ابدومينال انلارجمنت، ابدومينال ديستنشن. والابدومينال ديستنشن ده دكتور ديفيوز ابدومينال انلارجمنت، خدت حاجه في البطنه اسمها كالن ساين، كالن سي يو ال ال اي ان، كالن ساين بيبقى ديسكالريشن اراوند الامبليكس مع وجود انترا انا شفتها مره كالن ساين دي. طفل عنده انتر ابدومينال هيموريدج، بس دي بتاخد وقت على ما بتتكون، تلاقي في ديسكالريشن للابدومينال وول سكين. الدم اللي اتجمع جوه ده، الدم اللي متجمع جوه اللي عمل هايبوفوليميك شوك وبالور و الكلام ده كله، مع الوقت بيبدا يتحلل ويديك بالروبن، فالطفل ده الصفار عنده بيزيد، بعد شويه بيبقى عنده اندايركت هايبر في الروبنيم. بالاضافه الى ديسفانكشن في الاورجن اللي موجود، يعني لو كان ليفر مثلا ممكن تلاقي فيه ديسفانكشن في الليفر فانكشن، ممكن لو كان ادرينال هتجيلك بعد شويه ممكن تلاقي فيه ادرينال انسفشنسي. الحل ايه؟ على طول لو انت شكيت في حاجه زي كده اعمل ابدومينال سونار، ده دايجنوستيك، هيطلع لك يقول لك اه في فري فلويد موجود جوه. بعض الناس مع السونار يعمل باراسنتيسيز، يدخل بسن ابره كده ويحاول يشفط، بالذات الجراحين بيعملوا الحركه دي كتير. انا هعمل لك عليها علامه استفهام، يعني ميبي، يعني ممكن مع السونار ممكن تعمل باراسنتيسيز. لا ما بقاش ثيرابيوتيك، ده بيبقى دايجنوستيك بشخص بيه، مش هيبقى ثيرابيوتيك. اصل بص، لما يبقى عندك شاكك في ليفر كتير او سبلين كتير، حلك انت ايه؟ وجهه نظرك هتكونزيرف، هتصبرت الطفل بلاس ترانسفيوجن وتفتح شوف الليجن قد ايه، ممكن تكون محتاج تاخد غرز، ممكن. وبعدين في مشكله يا جماعه، ده احيانا يبقى الايه البليدر ده، يعني هتعرفوها ان شاء الله في الجراحه السنه الجايه، يقول لك ايه البليدر يكون عامل هيماتوما، عامل كومبريشن على الـ على الـ على البتاع اللي بيبليد، واول ما الهيماتوما دي تكبر تروح مرابشره يحصل سكندري هيموريدج تاني. فاهم قصدي ازاي؟ فده ما ينفعش تمشيه كونزرفتيف بس، مفيش انترا ابدومينال هيموريدج بيمشي كونزرفتيف، ماست بي اكسبلور، شوف الاكستنت قد ايه وتعمل ريبير. نعم. ايه الفرق بين الاثنين؟ القص، القص اللي هي بتشوفها انت كتير، حد من زمايلك او كده عامل ايه الجبيره الجبس اللي بيتمضوا له عليها دي، فلان الفلاني والف مبروك مش عارف ايه الحاجات دي، دي القصد، دي القصد. ها السبلنت، سبلنت هي الدعامات، خشبه هنا وخشبه هنا ورباط شاش حواليها، ده مقصود كلمه سبلنت. ماشي. سبلنت يعني حاجه كده ايه، بحيث تعمل ايه ابروكسيميشن والاثنين يبقوا ان لاين علشان يلحموا مع بعض. لكن طبعا الكاست احسن من الايه، بس في حاجات بقى، في انواع لما هتاخدها في الجراحه السنه الجايه، في احيانا بتعمل سبلنت في حاجات، وفي احيانا بتعمل كاست في حاجات، والكاستات دي لها اسماء وامتدادات. يعني اشهر كاست هتاخدها حاجه اسمها كاست اوف باريس. اسمع عن كاست اوف باريس ده، التروماتولوجي بتاع الجراحه ده متعه. يعني عايز اقول لكم على حاجه، خمسه هي نهايه العذاب والمعاناه. ايه في اقلب الصفحه، الجراحه والنسا متعه. تحفظي مينيمال، حفظ مينيمال بالذات في الولاده وفي الجراحه، سيبك من النسا، الولاده والجراحه متعه. خمسه سنه ممتعه. والسنه بقى جاني المحصول بقى، الناس اللي هي تعبت بقى في الخمس سنين الاولانيين وجابوا سكور عالي وكده، يبدا يفك نفسه بقى في ايه؟ يبدا بقى يتغدى، يبدا ينام كده، يعني يتفرج على التلفزيون. سنه سته يستحمى مره في الشهر.
الادرينال هيموريدج اخر حاجه، ده انا شفتها حاله كان طفل اسمه زياد بيجري دلوقتي العياده ما شاء الله، كنت انا شخصته هو في النيوفورن، فالام لما عرفت ان انا فاتح عياده، الناس دي على فكره بيفتكروا الدكاتره اللي بيعالجوهم وانت نايم ما بينسوكاش، يعني الدكتور اللي كان كويس اللي بيشوف شغله بيعلم مع الاهل مع الناس، والدكتور الوحش برضه بيعلم مع الناس. فوجئت لقيت واحده داخله لي بطفل عنده 9 سنين، هو اسمه زياد، بتقول لي فاكر زياد؟ لا طبعا مش فاكر. قلت لي ده يا دكتور كان لما انا كنت لسه والداه، كنت حضرتك لسه صغير في النيابه، كان جالك عنده لونه مخطوف بعد الولاده ونقلت له دم وبعدين شخصته كذا وراحت مطلعه التحاليل، افتكرت الولد ده كان متشخص عنده ادري هيموريدج، وعملنا له بايوبسي وقتها من الدكتور خالد لاكوز، كان لسه استاذ مساعد الدكتور خالد من زمان، الكلام ده بقاله حوالي 10 سنين 10 سنين كان سنه 88، يعني من 10 سنين تقريبا. ايه 88 98 الزهايمر بقى طبيعي طبيعي عادي. المهم سنه 98 فليه يا جماعه الادرينال هيموريدج از عادي جدا، طفل جاي لك بسيفير بالور يبقى الولد ده نزف، ايه هو؟ اسال سؤال الام، نزف بره؟ لا يبقى نزف جوه، ما هو ما نزفش بره يبقى نزف جوه. تبص على السي ان اس فونتانيل ومش عارف ايه وبتاع فري، ما فيش اي علامات حاجه سي ان اس، ما هو السي ان اس اعمله ترانس فونتانيل ما فيش حاجه، يبقى عندك تاني فين؟ شيست، اسمع الشيست هو شيست اكس 3 مفيش حاجه، يبقى فين اخر حاجه؟ في البطن. لقينا ليفر سليم وسبلين سليم، يبقى فين اخر حاجه؟ ادرينال. ليه الادرينال اكثر عرضه؟ لارج، حجمها كبير، يعني مش عايز اقول لك انها قد السبلين كده بتاع الطفل، لا السبلين ده بيبقى كبير يمكن نص الليفر كده، كبيره الادرينال بتبقى كبيره. فيريكولر مليانه بلاد فيسلز، والبلاد فيسلز مش سبورتد، فرايبل بلاد فيسلز، البلاد فيسلز والتيشو ده فرايبل ضعيف، مع اقل ضغطه تعمل فيها هيموريدج. عاده بيبقى يونيلاترال و90% بيبقى يونيلاترال وبالذات على الرايت سايد. ليه؟ ليه حد يعرف؟ ليه على الرايت اكتر من الليفت؟ الناس بتوع الاناتومي بقى الشاطرين. ايوه صح، الليفر يا جماعه بينزل الرايت كيدني والرايت ادرينال تحت شويه، وبالتالي بتبقى اكسسبل لايد الاوبستريشن، يفعص كده يروح واخدها في ايديه، فعصها بايديه، لكن دي بتبقى بروتكتد شويه بالايه؟ بالثوراسيك كيدج، لانها بتبقى اعلى فمحميه بالثوراسيك كيدج، دي بتبقى اوطى، الليفر بينزلها لتحت شويه. فعلا الواد كان عنده رايت سايدد ادرينال هيموريدج. هيشتكي من ايه؟ ببساطه انت ممكن تالف الموضوع، نزف في الحته دي، يبقى عنده علامات البلاد لوس بالبالور وخلافه. الادرينال عمل الكلكوعه، ممكن تحسها بايديك. ممكن تحس الكلكوعه الكبيره دي بايديك، يبقى في فلانك ماس. ماشي؟ الادرينال لو كانت على الناحيتين واتدمرت بالهيموريدج ممكن يبقى في ادرينال افشنسي، مش الادرينال دي بتطلع كورتيزون والدوسترون و تقعد بقى عنده الادرينال كرايسيس بقى اللي انتوا هتاخدوها في الاندوكراين، الفوميتنج والليثارجي والهايبوتنشن والديهايدريشن، ده ممكن يبقى في ادرينال افشنسي. لو عملت ابدومينال سونار دايجنوستيك، فعلا عملنا ابدومينال سونار لقينا فيه ماس وخدنا منها اسبيريشن طلعت بلاد، مشينا الواد كونزرفيتيف وظبطنا له الالكترولايتس عشان الادرينال انسفيشنسي كان موجود عنده وقتها، بعد كده الواد مشي طبيعي وعاش وبقى زي الفل مفيش فيه اي مشاكل.